خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. معانا كابتن يحيى يوسف، المدير الفني للفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي الاهلي. كابتن يحيى، صباح الخير يا فندم، ومبروك على الفوز برده امبارح، ماتش كان كويس جدا. صباح النور، وصباح النور على قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. انا هبدا مع حضرتك من البدايه خالص، وهسالك على الاجراءات الاحترازيه، لان انا حسب ما برضو وصل لي ان كان مقفول او كان في حظر لاستخدام غرفه تبديل الملابس، وكان اللاعبات بيجوا اصلا لابسين لبسهم، وكان في بعض الاجراءات برضو الاحترازيه عشان كوفيد 19 وغيره. فخلينا نبدا من هنا للفوز، وكمان الفتره اللي جايه برضو الاستعدادات ايه؟ اتفضل يا كابتن يحيى. اول حاجه، اصلا احنا اصلا من النادي الاهلي من اول ما بدانا، اصلا من اول شهر 7 في اجراءات استقبالية، اصلا من اول تعقيم الملاعب للكمامات للتعقيم اصلا. كابتن يحيى، انا مش سامع كويس، معلش. بقول لك من اول شهر 7 في اجراءات استقبالية من قبل النادي الاهلي في الملاعب، في الكور، بالنسبه للكمامات، بالنسبه لكل حاجه. الكلام ده كله لدرجه احنا اللاعبات وهم رايحين مباريات لابسين كمامه، داخلين على الملعب بكمامه. بس هي دي النقطه، طبعا ما فيش استخدام اصلا للغرف لتغيير الملابس حتى في المباريات او في التمرين، بيجوا من بيتهم مغيرين بكل حاجه حتى بعد التمرين بيمشوا. اما علشان المنافسه، الحمد لله طبعا امبارح كان عندنا ماتش مهم جدا مع الزمالك، الحمد لله تساعدنا المباراه من اول دقيقه. الحمد لله هنا الشوط الاول فريق 8 لينا كان جيم كويس جدا دفاعيا وهجوميا، الحمد لله. حتى لدرجه ان الشوط الثاني غيرت بعض التغييرات، كلهم صغار السن مواليد 2000، وفي حارس مرمى مواليد 2002 ناشئات. الحمد لله وصلنا المباراه لغايه ما انتهت، الحمد لله فرق 10، ومستعد ان شاء الله لماتش سبورتنج، ماتش مهم جدا السبت القادم ان شاء الله. طيب خليني برضه اروح مع حضرتك لنقطه هنا العوده بعد فتره الحظر، لان رياضات كثيره تاثرت، ولكن احنا بنشوف النتيجه عكس ما كان البعض متخوف. يعني البعض كان عنده تخوفات ان العوده ربما مش هتكون بالمستوى اللي احنا بنرجوه في النادي الاهلي، ولكن بصراحه رياضات كثيره جدا اثبتت لا، ده حتى فتره الحظر لم تؤثر على يعني مستوى اللاعبين عندنا. فخلينا برضه نتكلم في الحته دي. اتفضل يا كابتن. حضرتك ان بعد موضوع وقف عشان كورونا ده، كنت اصلا متابع اللاعبات وهم في البيت بنشتغل، كنا عاملين لهم مع الكابتن سمير العلاج البدني والاحمال، عاملين لهم تدريبات في منزليه بحيث ان هم يفضلوا شغالين، عشان في اي لحظه يقول لك هنلعب نقدر نبقى جاهزين بنسبه كبيره جدا، بنسبه كبيره جدا جاهزين ان احنا نلعب يعني. فدي كمان ساعدتنا الحمد لله ان احنا نخش بسرعه شويه او احسن شويه في المباريات. جميل، يعني كل التوفيق، ومتابعين مع حضراتكم في قناة الأهلي أكيد. شكرا لحضرتك كابتن يحيى يوسف. شكرا.